وإن كان يكفيني تكريما كما أشرت في كلمة قبل قليل هو دعاؤهم وقلوبهم الطيبة والتفافهم حولي منذ أن بدأت في هذا المسجد، فجزاهم الله كل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم في مشوار عملهم. أيضا بهذه المناسبة أزف كل خير لرواد هذا المسجد، كل خير، يعني ما أقولش دعاء فقط، كل خير لرواد هذه المسجد. السيد الإمام إمام مسجد حينا الشيخ الراجي بمناسبة اختتام مهامه بولاية خشلة وانتقاله إلى ولاية مسيلة، قمنا بحفل تكريمي بسيط امتنانا بالمجهودات الجبارة التي قام بها الإمام الدراجي في توسعة المسجد وبكل المجهودات في توعية المصلين وفي تحسيس سكان الحي على مدى 23 عام. المناسبة هي توديع الإمام الشيخ الدراجي بار، وهذه المبادرة اللي دارها الحي والمصلين المرتادين على الجامع، إلا واش كان يقدم المسجد هذا؟ دار مشروع تاع مدرسة قرآنية نموذجية، بارك الله فيه، وراه يتبع ويتم لها الإعانات كي يلم الدار، إنسان في خلال يعني هذه السنوات الطويلة التي ترددنا فيها على المساجد، يعني تعلمنا من أخلاقه من معاملاته وصبره خاصة مع الشيوخ والأطفال، كان كلها يعني ذات أثر إيجابي سواء في الأطفال يعني الذين أصبحوا شبابا وأصبحوا من رواد المساجد. نتمنى أن يعني تكون له يعني زيارات عديدة، وإن شاء الله يعني ربما مكانه محفور في قلوبنا.